السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، الله يعزكم يا رب، يبارك فيكم متابعين قناتي، الله يجزاكم خير لدعمكم واشتراككم بقناتي، وأسأل الله أنه أكون عند حسن ظنكم. طبعاً أخواني اليوم خلصنا من تركيب المشربيات، طبعاً المشربيات هاي أفضل يا شباب، المشربيات أفضل من اللي شفتوه بالفيديوهات السابقة. يعني كان أذنيك يسرب المي، ينزل على الأرضية ويسوي لنا أمراض ويسوي لنا ريحة كريهة في المدجنة. فأنصح من هاي المشربيات، رخيصة مو غالية. المشربيات هاي الموجودة شباب شايفين تنقص المي ينزل بدالها. فأسأل الله التوفيق للجميع، والله أني أحب أنه كل الناس ترتزق وكل الناس تكون تشتغل صح بمداجنها، المربين اللي بلشهم. طبعا انا بلشت من 150 طير يا شباب، واسع ان شاء الله، اسال الله انه يبارك لنا برزقنا ودعائكم ووقفتكم معي. ما انساها يا شباب دعمي هاي القناه، لانه اذا ما دعمتوني بهاي القناه ما اقدر استمر. ان شاء الله باذن الله راح نستمر وافيدكم بكل شيء، بكل شيء، اي معلومه بسيطه. طبعا اخواني هاي شايفين يا شباب، نزل يعني هنا، هذه توماتيك افضل، يعني افضل من ايش؟ المشربيات القديمة. تكون شغلك صح. طبعا هي تسريب المي بالأرضية تسوي مشكلة، يعني تخوف. ومسألة ثانية الهواء، الهواء البارد كمان يسوي لنا مشكلة للطيور. بإذن الله راح أكون معكم خطوة بخطوة إن شاء الله. وأي إنسان، أي من شباب المتابعين غير متابعين يدور استفسار تعليق، يعني أي تعليق ينزل على القناة مباشرة أرد عليه إن شاء الله. بإذن الله ما أبخل عليكم ولا بمعلومة. طبعا جهزنا الصوبة، جهزنا الإنارة، جهزنا المشربيات كلها كاملة، ننتظر عاد الصوص. الصوص إن شاء الله يجي بهذا الوقت. أهم شيء شباب مدجنتك أنت قبل ما تنزل صوص يا شباب، نرجع ونكرر، يعني نكرر مشان الناس كلها تعرف شو المناسب وشو المو مناسب. إخواني لازم يكون عندك الميزان حرارة، هذا صوصك لازم صوصك 15 يوم ما تنزل درجة الحرارة جو تحت 28 شباب. بعد 15 يوم أموره تصير جيدة، يصب عليه الريش، يتنشط، يعني يصير فيه لحم ما يخوف طيرك. فأتمنى السلام للجميع، أسأل الله العزيز القدير أنه يربح كل الأخوة اللي يدورون الرزق الطيب الحلال. أسأل الله أن يحفظكم أخواني. طبعا جبنا صواني كمان. طبعا هاي المشربية يا شباب 100 طير، المشربية الوحدة 100 طير، تمام شباب؟ طبعا هاي هذا المعلف، هذا المعلف، هذا ال 100 طير كمان. طبعا لا يكوب علف ولا شيء، حقه دولار يا شباب، حقه 20 ليره تركي ما يساوي دولار، تمام. المشربيه هذه، المشربيه هاي ل 100 طير يا شباب، تمام اخواني. لازم بالصيف المي متوفره ما تنقطع المي من المدجنه، لا تربي فوج ناجح ويحول معاك لحم. طبعا اخواني نكرر موضوع المتر المربع شباب، بالصيف 8 طيور لا تحط ازود يا شباب مشان يحول معاك لحم. بالشتاء يا شباب حطوا 14 طير في المتر المربع، 14 13 طير ما عندك مشكله. اخواني دعائكم، واسال الله ان يحفظكم ويبارك فيكم. اللهم صل على سيدنا محمد، جزاكم الله خير على المتابعه.